اشتقنا فرحنا بك صم وطاعة للرحمات صم وطاعة. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتنا ام ياسمين ونادين. اليوم ان شاء الله نشارك معكم العسل المنزلي اللي ناجح 100% سهل التحضير مع اسرار النجاح ديالو اللي غادي نحتاجوه في المعسلات. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير حتى نهايه الفيديو. ونبداو على بركه الله نوجدوا العسل ديالنا. في المقادير غادي نحتاجوا كيلو ديال السكر سنيده مع نص اطرو ديال الماء. الا بغيتوا تضاعفوا المقادير غادي ديروا جوج الكيلو ديال السكر سنيده مع اطرو ديال الماء. كل كيلو كيمشي معاه نص اطرو ديال الماء. شرائح ديال الحامض اللي هما ضروريين، جوج العواد ديال القرفه، ومعلقه كبيره ديال الماء الزهر. كما قلت لكم الحامض اللي هو ضروري اننا نضيفوه في العسل حيت هو اللي غادي يوري لينا العسل واش راه طاب ولا مازال. صافي هنا غادي نبدا نحرك باش هذاك السكر يذوب ليا واحد شويه، وغادي نخليه يطيب لمده ديال 40 دقيقه حتى ل 45 دقيقه. وهنا بعد ما سالي التحريك غادي نسد الكوكوط وغادي ندير الصفاره وغادي نحطو فوق العافيه اللي تكون متوسطه. غير تبان لينا الصفاره بدات كدور هكا. هنا خصنا نقصوا البوطه حتى الحد ديالها. شوفوا معايا البوطه غتكون ناقصه بزاف بزاف. صافي ونخليه يطيب المده ديال 40 دقيقه حتى ل 45 دقيقه. هنا بعد ما دازت 40 دقيقه انا حليت عليه الكوكوط كيولي بحال هكا. هنا راه كيبان لكم جاري لانه باقي سخون. هانتوما شوفوا معايا الحامض كيفاش ولا اللون ديالو. غير يبان لكم اللون ديال الحامض ولا بحال هكا، اذا صافي راه العسل طاب. الا بان لكم الحامض راه باقي شويه صفر غادي تعاودوا ترجعوه فوق البوطه اللي تكون عافيه مهيله. كنأكد ان العافيه تكون مهيله ونحسبوا لي 5 دقائق. العسل كيفاش ولا بعد ما برد مزيان، انا خليته ليله كامله. نتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه هذه وغادي ينجح معكم العسل ان شاء الله. وهذيك المعلقه ديال الماء الزهر اللي كتعطيه واحد المذاق زويون وحتى الريحه اللي كتكون فيه زوينه. انا العسل ديالي راه نستمتو غير بالمعلقه ديال الماء الزهر، تجي فيها داك المذاق ديال الماء الزهر والريحه ديال الماء الزهر كتجي زويونه. ممكن انكم تستغناو على ديك المعلقه ديال الماء الزهر وديروا واحد شويه الزعتر ولا الزعفران الحر ولا القرنفل، كيبقى لكم الاختيار. غير هي الحامض اللي هو ضروري كما ذكرت لكم من قبل انه هو باش كنعرفوا العسل ديالنا واش طاب ولا لا. هنا غادي نخوي في هذا الاناء وغادي نحتفظ به حتى نبغي نعسل به المعسلات ديالي. وهنا كنوصلوا لنهايه ديال الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وكنبغي نشكركم على المشاهده وعلى اللايكات والتعاليق اللي هما كيشجعوا. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه مرحبا بكم، ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش تبقاو ديما توصلوا بالجديد. ومع العيان نقول لكم سلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في امان الله. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك صام وطاعة للرحمات صام وطاعة للرحمات. روحانية يومك غير والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير يا هلا بك يا رمضان يا هلا بك يا رمضان. جينا نبارك للحلوين ما زعلنا مسلمين.
الحبايب مجتمعين صموا طاعة للرحمن. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك صموا طاعة للرحمن، صموا طاعة للرحمن. روحانية يومك غير والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير، يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان. جينا نبارك للحلوين، من زعلنا مسموحين، خير وبركة مرتاحين، والحبايب مجتمعين صموا طاعة للرحمن. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك صموا طاعة